مساء الخير على حضراتكم. أنا دكتور طارق الطويل، أستاذ جراحة القلب جامعة القاهرة، طب القصر العيني، واستشاري جراحة القلب مستشفى السلام الدولي، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة القلب والصدر. هكلم حضراتكم النهاردة على مرض ضيق أو انسداد الشرايين التاجية. هقول ملخص عن الشرايين التاجية عشان حضراتكم برضو تبقوا يعني مستوعبين معانا. طبعا حضراتكم عارفين ان القلب هو المضخة اللي بتضخ دم للجسم كله، لان الجسم ده مليان اعضاء، والاعضاء دي محتاجة اكسجين وغذاء والكترولايتس. بس القلب برضو عضو، وعضلة القلب بتحتاج نفس الاكسجين والغذاء والالكترولايتس. والقلب ما يقدرش، ربنا خلقه ما يقدرش ياخد دم من جوه القلب، يعني التجويف بتاع عضلة القلب الدم ما يقدرش يتغلغل جوه عضلة القلب ويغذيها. فربنا خلق له شريانين فوق القلب زي التاج، الاثنين مع بعض عاملين زي التاج، عشان كده اسمهم الشريانين التاجية. شريان ايمن رئيسي وشريان ايسر رئيسي، بيتفرعوا لأفرع كثيرة بتنزل فوق عضلة القلب من بره وتغذي عضلة القلب. الشرايين دي هي يعني الشريان الأيسر الرئيسي بينقسم إلى الشريان الأمامي النازل اللي هو المشهور أو اسمه LAD أو Left Anterior Descending، وده أهم شريان تاجي في القلب، بيغذي تقريبا 70% من عضلة القلب. والشريان الآخر هو الشريان المحوري أو Circumflex، وده بيغذي الناحية الشمال من القلب. وفي الشريان الأيمن الرئيسي، ده بيغذي الناحية اليمين من القلب. الشرايين التاجية دي زي أي شريان في الجسم ممكن تنسد أو تضيق بعوامل كثيرة حضراتكم أكيد عارفينها، زي العوامل الوراثية، السجاير، الكوليسترول، الترايجليسرايدز أو الدهون الثلاثية، الستريس، أسباب كتير قوي بتؤدي إلى ضيق وانسداد الشرايين التاجية. الحقيقة المريض أول ما هو طبعا الموضوع ما بيحصلش اكيوتلي، يعني ما بيحصلش بصوره مره واحده، بيحصل على مدى السنين، لكن الالم في وقت في مره واحده المريض بيحس بالم شديد قوي في صدره، وممكن يطلع على رقبته او على كتفه وايده الشمال، وساعات من كتر شدته بيوصف بان هو بيتقال عليه بالانجليزي sense of impending death، يعني إحساس بالموت القادم. المريض طبعا بيروح على المستشفى على طول، طبيب القلب بيشوفه وبيبدأ في تشخيصه، بيعمل له رسم قلب بالمجهود، مسح ذري، أشعة مقطعية على الشرايين التاجية، وفي الآخر دي أهم حاجة القسطرة. ولما المريض بيعمل قسطرة بيبقى فيه أربعة أوبشنز، يعني أربع احتمالات. أول احتمال إن يكون المريض ما عندوش حاجة خالص، ويكون ده انقباض، مجرد انقباض في الشريان التاجي، وده يبقى أحسن احتمال موجود يعني. تاني احتمال إن هو يكون عنده فعلا ضيق في الشريان التاجية، بس محتاج علاج طبي فقط، محتاج يروح ياخد أدوية وما يتعملوش حاجة خالص. الاحتمال التالت إن هو يكون فيه ضيق بس محتاج يتركب له دعامة، وده اللي بيعملها طبيب القلب مش جراح القلب. اول ثلاث احتمالات دول طبيب القلب هو المسؤول عنهم. الاحتمال الرابع بقى ان هو يكون فيه ضيق او انسداد ومحتاج جراحة قلب. في الوقت ده بقى بيجي دور جراح القلب، وجراح القلب بيعمل عملية اسمها عملية مشهورة اسمها عملية توصيل الشرايين التاجية او الكابج، يعني coronary artery bypass grafting operation. احنا بنعمل بعد الضيق بنوصل دم للشريان المسدود بعد الضيق اللي هو اصلا موجود، عشان كده اسمها عمليه توصيل الشريان التاجية او باي باس. العمليه دي الكونفنشنال اللي هي العمليه العاديه اللي بتتعمل، هي بنستخدم فيها الشريان الثدي الايسر، وبقيه الشرايين لو في عدد من الشرايين المسدوده بنستخدم وريد من الرجل. دي العملية العادية، والعملية العادية بتتعمل بماكينة القلب الصناعي، يعني باستخدام مكنة القلب الصناعي، اللي هي العملية بتتعمل والقلب واقف وفاضي من الدم. التطور في العملية دي ان هي ممكن تتعمل بطريقة القلب النابض، يعني ما تتوصلش مكنة القلب الصناعي، والعملية تتعمل والقلب بينبض بجهاز اسمه مثبت لعضلة القلب.
ده التطور اللي في العملية، وهي ليها فوائد عن العملية هي نفس العملية العادية في الآخر، لكن هي ليها فوائد خصوصا في فترة أول أسبوع بعد العملية، عشان كده نتائجها بتبقى أحسن إلى حد كبير في الفترة الأولانية ما بعد العملية. تطور آخر في عملية توصيل الشرايين، إن إحنا بدل ما نستخدم الشرايين الثدي الأيسر وبقية الشرايين نعملها بالوريد، لأن الشرايين الثدي الأيسر عمره أطول بكثير، تقريبا بيعيش مدى الحياة، لكن الأوردة الرجل ليها عمر افتراضي. فالتطور اللي أكتر من كده إن إحنا بنعمل الشرايين الثدي الأيسر والشرايين الثدي الأيمن ونعمل بيهم الشرايين كلها، وكده يبقى المريض العملية بتاعته هتعيش تقريبا مدى حياته. وفي بقى عملية جديدة اسمها بيسموها The Perfect Operation، اللي هي بنعمل العملية دي باستخدام شرايين من غير أوردة، وفي نفس الوقت Off Pump يعني Beating Heart يعني بطريقة القلب النابض، فيبقى احنا خدنا البنفيت أو الفايدة بتاعت كل حاجة. احنا عملنا عملية على المدى القريب نسبة نجاحها أعلى ونسبة مشاكلها أقل، وعلى المدى البعيد هي بتعيش إلى مدى الحياة في تقريبا 90-95% من الحالات. تطور آخر برضو في جراحة الشرايين التاجية، بقينا احنا بنعملها بفتحة صغيرة من الجنب، نقدر نعمل الشريان الأمامي النازل، ونقدر نعمل الشريان المحوري والشريان القطري كمان اللي بيطلع من الشريان الأمامي النازل بفتحة صغيرة من الجنب من غير ما نفتح عظمة القص اللي هي اللي قدام. تطور بقى فوق كده كمان، بقينا نقدر نعمل كمان الشريان الأيمن، طبيب القلب عن طريق القسطرة يقدر يعمل الشريان الأيمن من خرم صغير من مكان القسطرة في رجل المريض، يبقى احنا كده عملنا كل حاجة بفتحة صغيرة من على الشمال وخرم صغير مكان القسطرة. الحقيقة العملية دي بقت عملية سهلة جدا، نسبة نجاحها بأي طريقة من الطرق اللي انا قلتها دي كلها نسبة نجاحها 98.5%، يعني زيها زي العمليات البسيطة المصنع الأعور والحاجات دي، ما بقاش فيه أي خطورة. ودايما زي ما بقول للمرضايا، الواحد لما بيبقى محتاج يعمل العملية دي لازم يعملها، لأن الواحد لما بيخاف بيخاف من الحاجة الأكثر خطورة، والأكثر خطورة بالنسبة لمريض الشرايين التاجية مش إن هو يعمل إجراء، لأ إن هو ما يعملش حاجة، ده أخطر له بكتير، لأن تقريبا نسب النجاح بتبقى صفر. متشكرا.